بعد ساعات من الإعلان والترقب بث فيديو لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، الفيديو بحسب الكثيرين مخيب للآمال، فالإصدار كان الحلقة الثانية من سلسلة دعوية معا إلى الله التي بثت حلقتها الأولى في 29 من ديسمبر 2019. في هذه الحلقة المؤلفة من جزئين يتابع ظواهري الحديث عن الإلحاد، صفاته وأدواته وضحضه. لكن بالرغم من هذا قد يحمل الإصدار إجابة على السؤال أين الظواهري؟ فمن حيث التوقيت يتوقع أن يتحدث الظواهري أو التنظيم ولو ببيان مكتوب عن أمور ملحة ومصيرية، ومن ناحية المحتوى ربما وقع تنظيم في المحظور عندما حملوا الإصدار ما لم يحتمل فأدخلوا عليه عناصرا تثير الريبة والشك حول مصير الظواهري.